نعم سيدي أعزك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. صاحب المعالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب السعادة رؤساء المؤسسات التشريعية، السادة ممثلي المؤسسات والهيئات الدينية، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نعرب لكم في البداية عن سعادتنا وتقديرنا الكبير لاختياركم أرض المملكة المغربية لعقد هذا المؤتمر الدولي الهام المتفرد من حيث موضوعه والمتميز من حيث نوعية المشاركين فيه، حيث يجمع لأول مرة البرلمانيين باعتبارهم مشرعين وممثلين لشعوبهم، وعدداً كبيراً من القيادات الدينية ومن العلماء والخبراء والباحثين المرموقين من شتى بقاع العالم لتدارس وتبادل الآراء حول موضوع يكتسي راهنية كبرى وأهمية خاصة يعي الجميع أبعادها في ظل السياقات الدولية والإقليمية التي تعرفون جميعكم سماتها. وإننا إذ نرحب بجميع المشاركين في هذا الملتقى، لنشيد بمبادرة البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي لعقد هذا المؤتمر، منوهين بحوار الأديان اختياراً وجيهاً لموضوعه ومحوراً هاماً لمداخلاته ومناقشاته ومداولاته التي نأمل أن تسهم عبر مخرجاتها وخلاصاتها وتوصياتها في تجديد مقاربات ومناهج التعاطي مع مطلب حوار الأديان وتحديد طبيعة العلاقات التي ينبغي أن تجمع أتباع الديانات المختلفة وما ينبغي أن يسودها من وئام وسلام واحترام متبادل. وما من شك في أن الاتحاد البرلماني الدولي قد راكم من الخبرة والتجربة المستفادتين من مختلف اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات التي دأب على عقدها حول مواضيع وقضايا ترتبط على نحو جدلي بموضوع مؤتمركم هذا، ما يكفي لإغناء نقاشاتكم ومداولاتكم وتقديم إضافات نوعية بفضل القوة الاقتراحية للمقاربات الجديدة التي ستقدمها عروض المؤتمر حول العلاقات بين الأديان، والتي ينبغي أن ترتكز على الحوار الجاد والهادف والبناء. حضرات السيدات والسادة، تواجه البشرية تحديات جساماً وتعيش حالة تدافع بين أزمات أمنية واقتصادية وسياسية وصحية وبيئية، وبين إرادات صادقة تسعى بكل ما أوتيت من آليات وأدوات وطاقات من أجل التدبير والاحتواء والمعالجة. ولا شك أن مؤتمركم اليوم يشكل أحد تجليات هذه الإرادة الجادة والصادقة، باعتباره ينخرط في تفكير جماعي يسعى إلى بلورة خطة عمل للبرلمانيين والفاعلين الدينيين وطنياً ودولياً، مستحضراً خطورة الظرفية التي يمر بها عالمنا اليوم، وهو يواجه دعوات التطرف والأنانية والكراهية والانغلاق والأعمال الإرهابية التي تستغل السياقات الخاصة لاستنباط المشاريع التخريبية باسم الدين والدين منها بريء. وهكذا يتم توهيم الرأي العام هنا وهناك بأن الأمر يتعلق بصراع الديانات والحضارات، والحال كما أكدنا منذ أكثر من 20 عاماً في افتتاح الدورة السابعة بعد 100 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، أن ما يعرفه عالمنا اليوم إنما هو صراع جهالات لا صدام حضارات. حضرات السيدات والسادة، إنه لمن المؤسف أن نظل نسمع بحوادث العنف والاضطهاد والقتل
بسبب العقيدة الدينية أو المذهبية أو الانتماء الحضاري، وأن يصبح العداء للأديان مادة مفضلة من طرف البعض في المزايدات الانتخابية. كما نأسف أيضاً أن تطبع فضاءات النقاش العمومي بما في ذلك عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومنابر عمومية مع وصم الآخر بسبب الدين أو اللون أو الأصل، مع كل المخاطر التي يحملها ذلك على وعي وثقافة الناس وعلى تأديب الرأي العام. وتحتفظ الذاكرة العالمية بأعمال الإبادة الجماعية والحروب المدمرة التي كانت بداياتها خطابات وإيديولوجيات التعصب للعقيدة الدينية أو للطائفة أو للعرق. وعلى النقيض من مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي توافقت بشأنها المجموعة الدولية، تزدهر اليوم إيديولوجيات وخطابات لا مساواة الطبيعية التي تصنف الناس حسب دياناتهم وحسب أصلهم ولون بشرتهم، ويتم التنظير لها والترويج لها على أنها نظرية عادية ومشروعة. إن الأمر يتعلق بمؤشرات جد سلبية على مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات، تتطلب تعبئة جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين أبناء آدم لقلب هذه المعادلة، واعتماد سياسات التي من شأنها وقف هذا التراجع الخطير في الوعي البشري. ومما لا شك فيه أن المؤسسات التي يمثلها المشاركون في هذا المؤتمر توجد في صلب المعركة النبيلة من أجل التفاهم والتسامح والتعايش من خلال العمل المؤسساتي والتوعوي والتربوي، إذ أن التعصب لا يوجد في الأديان أو في الكتب الدينية، وإنما تحكمه المصالح التي يخفيها هذا التعصب، وليس ثم أدل من كلام على تعظيم وحدة الأديان من قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، صدق الله العظيم، البقرة الآية 136. حضرات السيدات والسادة، إن الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة. فمما يبعث على الارتياح أن هناك في الغرب كما في الشرق وفي الجنوب كما في الشمال رجالاً ونساءً من أصحاب الضمائر الحية ومن صناع القرار السياسي العقلاء ومن أصحاب الرأي الحر والفكر المتنور، من يتحمل مسؤولية التصدي للكراهية ويمد جسور الحوار والتفاهم بين مختلف الديانات والحضارات والثقافات. وإننا لجد سعداء بأن تكونوا أنتم المشاركين في هذا المنتدى جميعكم جزءاً من هذه النخب السياسية ومن القيادات الدينية ومن المثقفين والمفكرين الذين يؤمنون بأن الاستخلاف في الأرض كما أراده الله عز وجل هو من أجل التعارف والتعاون والعيش المشترك في إطار الاختلاف الديني والعقدي الذي هو مسؤولية وأمانة تقع على عاتق البشرية جمعاء. كما أننا مقتنعون بأنه إذا تحالفت الإرادات لدى هذه النخب فإن الحوار بين الأديان وتكريس التعايش الإيجابي فيما بينها والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.